فإذا انقضت أيامي فلن أزيد ثانية أو دقيقة واحدة. ما كتبه الله لك لن تحول قوة في الأرض دون أن يصل إليك، وأن الذي لم يكتبه لك الله لن يصل إليك. هذا اليقين مورث للصلاح في شعاب الحياة. فعلمت أن الله مطلع علي، أن الله يراني حيثما حللت. لا يسعنا وقد عجزت يد الإنسان أن تدفع عنه الضر، لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى جل شأنه أن يدفع عنا البلاء ويلطف بعباده ويعجل بشفاء المرضى ويرحم من اختارهم إلى جواره.